السلام عليكم، أنا أبو محمد من مدينة تستار. شغلتي صنايع يدوية، استبدينا بالطباقة عندهم علي والحمد لله، وشغلتنا هم بالزولية إن شاء الله كفت، والحمد لله هم خياط بيدي وهم أسوي طباقة وسلال ماترات ومناقل وتنور الحمد لله. أمو محمد الطبق ايش قد ياخذ وقت منك؟ والله احنا اخوهم عندنا بيوت وعندنا عيالات، وهاي نوصل لها مو بيدي، يومين وثلاث وخمسة واسبوع ورا شغلنا. بيع شلون؟ الناس تستقبل الطبق تشتري منك؟ الحمد لله الحمد لله، بس انا ما اهمني في مثلا المبيع والهاي، اهم شيء نرد على تراثنا العربي. جميل. وشيات نسويهن هم لبيوتنا، نستفاد بهن لبيوتنا. مع ما هو فوق الاقتصاد مهم، يعني لو تقدري تبيعي مهم. الحمد لله هم رد، هم عندنا نيه مثل المبيع والهاي، بس اهم شيء احنا نرجع للاقتصاد مالنا، هذا احياء التراث، احياء التراث مالتنا، ونعلم بناتنا واخواتنا، وان شاء الله كلهن يستقبلن هذا الشيء والحمد لله وشكر. ام علاء، ام محمد عذرا، انا سمعت من ساعه تسولفين قلتي تسوين المناغل الطيب. ايوه. مناغل الطين ايش قد يعني ياخذن وقت، وشن المشاكل اللي بيهن تصير؟ مشاكل هن هن نب اول تراب ندبركون، وشيات الشيات تبن مثلا التفاله، هذا ما ياجدن مثل ما عندنا. اي بالديره ماكو، ممكن لازم تروحين للغريه تبي. نروح الغريه لهن الحلال نجيبهن وتعب هم بيهن. نعم. اي تعب وما يدبيهن. بيع هم عندك بالمناطقنا هنا لو تبيعون بغير بكان؟ هم هنا بس بمناطق الايران. إيه؟ طهران كل بكان احنا عندنا بيج الهن ونبيع، والحمد لله بعدهن مشتريه، بس انا بكان ما عندي الهن. مثل كوره اليردن. إيه؟ احنا ما عندنا كوره الهن نسويهن، اما اسوي مناقل، اما اسوي تنور، اسوي كل شيء اللي اجي بالطين اعرف اسوي. التنور نفس التنور اللي سوينا امهاتنا قديما؟ اي نفسه. نفسه هو. كم يوم يطول ليلا التنور يجهز؟ يفرق، مثلا بالشتاء يضل بال 10 ايام بال 15 يوم. لان الرطوبة موجودة. اي رطوبة، مي الطين مية بس بسع، بس بقيض لا. بسرعة. اي بقيض كلش، يعني نقدر باليوم نطقنا طوفين عليه. بس هو التنور كله 7 اطواف 8 اطواف، ما هو كثير. كل طوفه تقريبا 10 سنتات تصير لو اكثر. لا شوف انت شو تريد، احنا مقاوم يضل مثلا يقاوم الشيء هذا الحراره والهاي نسويه بشتى اكثر. اكثر. بشتى اكثر كنا نسوي الطينا اكثر. اي إيه. دور مال اكثر. اي بس بقيض لا، كمان هي بسعيه بس وضماده يصير اكثر. إيه. هيك شيء. المنغله الاهم لها، المنغله نسويها بالزيره مالتها يوم، والمنغله مي فرغن. إيه؟ وحده يعني وحده شي تريد وحده مثل مسقوفه، وانا بالنخله هم احطنها عليها للناس نقوش تخلين عليها. اي خلينا نقوش مثلا الغوري، الدله مالت القهوه، النخله. ولو الصبغين هنا ياكلون صبغ؟ رد على المشتري مالنا، يحب صبغ يحب، ما يحب صبغ لا. خلينا بشكل طبيعي. انا اسويهن اخليهن اول هالبلا يصبغ. إيه؟ بعدين اشوف المشتري مال الشراد يريد لها صبغ، النخله اصبخه الخضره والدله صفراء مثل ما ذهبيه. حلو. اي اذني بالقيضه مسوايتهن سهله، بس بيشتغل هواي صعوبه علينا. جزاك الله خير. يعني شو توصين بناتنا اليوم؟ ترى احنا عندنا كثره بنات هسه جامعيات او منهن دارسات او منهن متزوجات او منهن شابات قاعدات بالبيوت، شو توصين؟ والله اوصيهن اللي هاي الحمد لله شغلهم حلو بالبيت، ما نريد نطلع برا، بيم اهاليتنا بيم عيالنا قاعدين، وكل اذا شغلنا نقدر نسويهن، اهم شيء بس هن يتعلمن واحنا بخدمتهن، كل شيء اللي يردن ما ننكر عليهن نعلمهن، ونعمد من الله لو طباقه المناقل الزوليه شي يردن هن احنا نعلمهن. حتى الشيال والعبايات والشيال احنا كل ما عندها مثلا عرفتها مثل. لا. الشيال بيد معالي. صحيح. بس انا الخياطه المناقل مالت الطين الزوليه الطباقه وذن تعلميتهن. الحمد لله. الحمد لله. يقول احنا مثل بعض اخواتنا يقولن احنا ما نلحق. لا ليش ما تلحقين؟ انا هم عندي يهال بيتي، عندي زوجي، عندي كلهم وشغلهم كثير، بما خطاري اكثر اوقات مثلا اهلي عندي
واصله البيت كلته وشغلتها واصلت لها. والاخيات فوق اهم شيء تدرون مثلا مشتريه ما عندهم وقت مثلا مخصوص اللي هي لا الحمد لله والشكر. احنا انا ما اشوف ان هيك شيء اللي مره لا مصممه رايها على شغله ما تقدر عليها. تقدر صحيح. انا اما بيها تقول لك وعيال انا واصله 4 اشهر. جزاك الله خير. والحمد لله. يريد شوي تنظيم يكون الحياه تصير منظمه. اي سوى تنظيم العيشه هين البيت هين هايتهن كل شيء قدر يسوى. شكرا. شكرا محمد. شكرا. خدمتك كان وايد مهم. شكرا.